هلا بالخلاصة ما فهمت شو بدك بالتحديد من وراء هالمحاضرات. كيف بدك تطبقيها؟ تعرف؟ يمكن كلامي يمر مرور الكرام بذهنك، يمكن كمان تستخفي، ويمكن تضحك علي، ويمكن ما أقدر أحقق ولا شيء منه. بس يلي بعرفه ويلي متأكدة منه منيح، إنه كل حرف وكل كلمة قلتها موجودة فيك، موجودة بكل سوري بمكان ما، قلب وبعقله. الكل عم يطمح لي يحقق هذا الحلم، البعض خايف والبعض يأسان والبعض منجر ورا مصالحه، وكتار منجرين ورا التطرف، وكتار مثلي وعارفين بيعيشوا بيموتوا. إذا الله عطاني عمر وخلاني عايشة، رح أعمل المستحيل لحتى كل حرف قلته يتحقق. إيه لازم أعمل شيء، لازم أعمل شيء. حرام لك، حرام حرام سوريا اللي عطتنا كل اللي عطتنا إياه نرد لنا الجميل بهاي الطريقة. لا لا، ما رح أخلي اليأس يدمرني، ما رح أخلي اليأس يحطني. لازم أرجع من جديد. إيه وفي مساحة لنلتقي رغم كل الخلافات والاختلافات، رغم الحرب والدمار والخرب، رغم الشهداء اللي ماتوا والجرحى اللي سقطوا، لسه في مساحة لنلتقي من جديد.